Hello, good morning. How are you? Are you okay? Today is the Tuesday and we will start our English lesson now. طبعا راح يكون عندنا اليوم درس له علاقة بالشوي بالجرامر وهو كثير حلو الدرس. عنوانه انه how to give directions، كيف تعطي اتجاهات. يعني انا مثلا بدي أجي أزور واحد منكم، مثلا بدي أجي أزور بيت تيسير، فبحكي له طب يا ماما وصف لي بيتك، أنت وين ساكن احكي لي. فبحكي لي يعني أنه مثلا بتيجي يعني من مثلا من دوار الطيارة، خليكي للأمام، بعدين تيرن ليفت العطف لليسار، بعدين جو ستريت أنظر كي منطلقة للأمام، وإحنا بيتنا على الرايت مثلا، زي هيك. فاليوم إحنا راح يكون درسنا إنه how to give it directions. طبعاً إله علاقة بكلمة directions معناها اتجاهات. أوكي، معناها اتجاهات. في عندي طبعاً إحنا بال language in use listen and say. في عندي a new vocabulary. خلينا نأخذ معاني الكلمات الجديدة. أوكي، go past معناها تجاوز. كيف يعني تجاوز؟ يعني امرق من عنده او تعدى من عنده بلغتنا، تجاوز البيت هذا. يعني عندك مثلا ثلاث عمارات، تجاوز الاولى الثانية احنا بالثالثة. اوكي، go straight on، هون انطلق للامام، خليك ماشي لقدام، انطلق للامام. طبعا نطلع هون go straight، هاي لا تلفى straight on، انطلق للأمام. on the left، left طبعا left الإيد اللي ما باكل فيها اللي هي على اليسار. on the right على اليمين، هذه الرايت الإيد بكتب فيها على اليمين. turn left هاي إيدي، turn left انعطف لليسار، انعطف لليسار. و turn right هيك، turn right انعطف لليمين. اوكي، كمان بدي اضيف مجموعة كلمات الكل يكتبهن. لما اوصف اشي، مش انا بقول لك اول اشي ادخل هيك، بعدين وهيك، ثم واخر اشي بتلاقي بيتنا، مش احنا هيك بنوصف. في عندي كلمات مهمة لحتى ارتب الاتجاهات تبعتي. اول اشي كلمة first معناها اول، بعدين then، ثم يعني ثم after that. طبعا اكتبوهن على الدفاتر، after that معناها بعد ذلك، واخر شيء finally. طبعا finally معناها واخيرا، اخيرا يعني اخر شيء بتلاقي بيتنا. مثلا عندما أوصف لكم بيتنا وأقول لكم first بتروح كذا، then after that finally this is our house، هذا بيتنا. طيب إذا أخذنا إحنا درسنا اليوم له علاقة بالdirections اتجاهات، أخذنا الكلمات الجديدة go past يعني تجاوز أو أمرق، go straight on انطلق للأمام، on the left على اليسار أو على الشمال يعني، on the right على اليمين، turn left انعطف لليسار، turn right انعطف لليمين. طبعا turn right زي هيك اتجاهها، turn left هيك، هيك اتجاهات يعني، هيك بكون في دائرة دائما لما تكون بالشارع، زي هيك turn right لليمين السهم، turn left للشمال. طيب اولا يا رابع، لما اسأل سؤال، طبعا في عندي هون اولاد، شو ماسك في ايدها البنت هاي؟ هاي اسمها، هاي لازم نعرف معناها، هاي ماب، معاها ماب، ماب يعني خريطة. من الخريطة أنا بعرف وين أروح وين أجي. الآن إحنا بطلنا نستخدم خريطة ورقية، نستخدم الجي بي أس، الخرائط الإلكترونية. إذا بدنا نروح مشوار على منطقة جديدة ما بنعرفها، على التليفون بنشغل الجي بي أس وبيوصف إلنا وين أروح وين أجي، صح؟ فهاي الماب التقليدية، إحنا الآن الجي بي أس، الماب يعني خريطة. هلأ هاي الخريطة، اوكي، في البنت بدها تروح مكان معين او الولد واحد منهم،
فبيسأله بيقول كيف أوصل لهذا المكان، هلا تعطيه كيف يوصل. دائما وأبدا أنا لما أسأل سؤال كيف بدي أصل لمنطقة معينة دائما بقول how do we get to، هذا السؤال ثابت. how يعني كيف، كيف do we get to، كيف كيف نصل إلى، كيف ممكن أن نصل إلى مثلا sports center النادي الرياضي. أنا ممكن أحط بدل النادي الرياضي شغلات كثيرة، السكول، السوبر ماركت، البارك، يعني مو بس النادي الرياضي بس، يعني مطارح كثيرة. إذا سؤالي دائما وأبدا احفظ الترتيب how do we get to، how do we get to، واكتب اسم المكان اللي بدي أروحه from here، من هنا يعني أنا بدي أنطلق من هون، كيف بوصل؟ شو بتقول له؟ first we go، طبعا هو سبورت سنتر، هاي السبورت سنتر، دوروا معي خليني أرفع أشوف من هاي السبورت سنتر. طبعا الولد هيو البنت هيها، فكيف بده يجي من هون لهون؟ تعال نشوف شو بتقوله. first we go straight on the hospital، ظلك طالع للأمام من المستشفى. طبعا هيو هاي الهوسبيتال، هوسبيتال يعني مستشفى، هاي بمشي بمشي للأمام تمام. بعدين اوكي، بعدين go straight on the hospital، اوكي قال له اوكي تمام. بعدين what's next، ما التالي؟ قالت، قال and then we turn right، هاي هنا هاي turn right، اطلع احنا قلنا turn right هيك على اليمين، هيو مشى 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 بعدين انعطف لليمين، انعطفنا اوكي تمام، هاي ماشيين تمام. برجع هون اوكي we turn right and then شو بعد هيك؟ قالت after that، شايف الترتيب first then after that we go past the supermarket، هاي السوبر ماركت هيها، انا مش انا انعطفت لليمين، go past امرق من عندها، تجاوزها يعني تعدى من عندها، هاي تجاوزناها وصلنا هون. شو بعدين بتقول له؟ I see we go past the supermarket، اوكي راح اعدي من عند السوبرماركت. what and after that، وبعد هيك بتقول له finally اخيرا turn left، طلع هلا هو واقف هنا، هي واقف هنا، هلا هو يروح ولا هيك، هلا هذا right بالنسبه له وهذا left، هو قالت له turn left، انعطف لليسار، هي فات هيك لليسار وهي السبورت سنتر. اوكي بقول yes the sports center is on the left، على اليسار opposite the cafe، هيو مقابل لمين؟ للمقهى. تعال نشوف المقهى وينه، هيو هنا في ستريت شارع، هذول مقابلات بعض، هو مقابل للكافيه. بقول great let's go، ممتاز يلا نروح تمام. اذا انا هنا كيف بوصف لحتى اوصل لمكان معين؟ تعالوا هون انا بدي اختار، انا هيني هون بدي اروح انا مثلا على هنا على الميوزيوم. طبعا انا عندي اماكن كثيره، بنك بارك منتزه زو حديقه الحيوانات سكول مدرسه ترين ستيشن قطار محطه القطار بوك شوب محل الكتب بيع الكتب توي شوب محل الالعاب ميوزيوم متحف سبورت سنتر مركز الرياضه سوبر ماركت هوسبيتال مستشفى لايبراري مكتبه متذكرين اخذناهم بالثالثه هذول سينما بس ستوب موقف الباص سويمينج بول بركة سباحة وكافيه مقهى. هلا انا بدي اروح على الميوزيوم، بدي اجي من هون لهون. اول اشي شو بحكي؟ بقول first we go straight on to the book shop، انا بجي يعني مستخط مستقيم من البوك شوب، هاي يعني ها هاي مشيت، هاي يعني نقط انا هلا وقفت هون. طب and then we turn، انا هون يعني انا وقفت هون، هي هون ايد اليمين وهون ايد الشمال، هلا انا وقفت هون ايش بدي انعطف؟ turn right، انا بنعطف يمين، هي دخلنا على اليمين. هلا بقول له ايش؟ go past toy shop، تجاوز التوي شوب، هي مشينا التوي شوب عديتها اوكي، هي انا عديت التوي شوب ما راح انعطف ولا يمين ولا شمال. then finally this is the museum، هذا المتحف، يعني انا
يعني بدي استخدم اتجاهاتي، ممكن اقول go straight on, go past, turn left, turn right, on the left, on the right. انا هيك بعطي المسير تبعي. معاك واجب بيتي homework، حدد لي مسيرك من هنا، من هون لا لا الكافيه، من هون للكافيه. هذا واجب، حدد لي مسيرك من هنا من نقطة الانطلاق للكافيه. لا تقول لي مو تسأل وتجاوب، بس أعطي directions الاتجاهات بدون سؤال وجواب. خلاص حط السؤال الأساسي how do we get to the إيش قلنا كافيه. ببلش بقول first then after that and finally. هذا واجبكم، تمام؟ هذا هو الواجب. أوكي، المطلوب الطالب يكتب الكلمات الجديدة على الكتاب، يفهم هنا هاي مهم جدا يحفظ هنا وهاي وهاي، ويكون عنده القدرة كيف إنه أنا أعطي اتجاهات. وضروري جدا حل واجب إنه أنا أعطي اتجاهات كيف بدي أوصل للكافيه. How do we get to the cafe؟ ويعطيكم ألف ألف عافية.